الشغل الحقيقي لتنمية هذه الأرض بصورة جادة، ومش مجرد حلم أو تخطيط ولكن تنفيذ على أرض الواقع، بدأ تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بدءا من 2014. القرار الاستراتيجي اللي خده سيادة الرئيس كان من أول لحظة إن إحنا لازم ننمي سيناء جنبا إلى جنب مع بحر الإرهاب. الشيء الوحيد اللي يحمي أي مكان إنه يكون مكان تم تنميته وتم إشغاله وتم تعميره، بحيث لا يستطيع أحد بعد كده إنه يفكر ولا يحط في أحلامه إن يبقى هذا المكان مطمع ليه.